بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة. شوطنا 17 الذي انطلق منذ لحظات، شوط خصص ل فئة الأبكار. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للمشاركين. أذهب هناك إلى المركز الأول، سالم بن حميد الشاعر العليلي، من يقدم كلام بنسميها كلام مثبوت ووقع وصادر من الشاعر حميد العليلي. النقل على المركز الثاني السامرية لعبيد بن خليفة بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث اللي وصلتنا لهذه اللحظات نقول مرضية نتيجة من مضرب الحسن القبيسي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما شاء الله الطيارة عبد الله بن مر بن حلوة الاجتبي، وفي المركز الخامس بينما اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني اللي هي ميلة حمد بن خليفة بن كحيت المهيري، وسادسا أجيال سعيد بن أحمد. بينما اللي في المركز السابع هناك من الجانب الثاني بنقول سعيد بن أحمد بن حلوة الاجتبي، وفي المركز الثامن اللي هي الشاهينية أحمد بن عبيد بن سعيد بن حميدان الفلاسي، وتاسع المراكز اللي تدخلت في هذه اللحظات أول ندلها معزة أحمد بن نكد بن راشد الهاشمي، وفي المركز التاسع اللي في المركز التاسع هناك اللي في المركز التاسع أيها الأخوة من الجانب الثاني ولا بنقول العاشر اللي في المركز العاشر ما شاء الله شوق سعيد بن مطعب بن مصبح الاجتبي. هكذا كانت نتيجتنا مستمعينا الاعزاء، هكذا كان الوصف التفصيلي، ولكني بعود الى المركز الاول مرضي عتيج بن مطعب حسين القبيسي مزون، ثانيا للسيد عبد الله الجابري، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث معز احمد بن نكد بن راشد الهاشمي، وفي المركز الرابع بنقول الطيارة عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة، المراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. أذهب هناك إلى الصدارة، أعود إلى 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 مقدمة الشوط. الله يا سلام يا سلام، اللي سيطرت بنقول هنا مرضي عتيج بن مطر بن حسن القبيسي مزنة، تأتي ثانيا عبد الله بن حميد بن مطر الجابري حاضرا مع مزنة ثاني المراكز، وفي المركز الثالث الطيارة عبد الله بن مر بن سعيد بن حلوة الاجتبي. المركز الرابع هنا معزة أحمد بن نكد بن راشد الهاشمي، ولكن مرضية أرضت مالكها محبينها جماهيرها ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي تقدمه مزنة هنا على أرضية هذا الميدان. بسم الله ما شاء الله، دور اللي هو بمن قطع عليك شابه ضبي الأعدابة. بسم الله عليك، بسم الله يا مرضي عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وسلام سلام سلام. المركز الثاني ما شاء الله مزنة أيضا، ثاني المراكز عبد الله بن حميد بن مطر اليابري، المركز الثالث شعار عبد الله بن سعيد المسافري، علي بن عبد الله بن سعيد المسافري، المركز الرابع عبد الله بن المر بن حلوة الشبيل، المركز الخامس أيها الأخوة معز الأحمد بن نكد بن راشد الهاشمي. 4 دقائق التوقيت ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء، لن يحضرنا التوقيت. تهانينا والناموس.